تدابير أمنية وعسكرية بدأت السلطات في محافظة حضرموت تطبيقها على الأرض ضمن خطتها الأمنية الاستثنائية لشهر رمضان المبارك، شملت بعض جوانبها رفع الجاهزية بمختلف القطاعات والأجهزة الأمنية وتعزيز نقاط التفتيش على مداخل ومخارج المدينة والتدقيق في وثائق الثبوتات الشخصية. الإجراءات الأمنية شملت كذلك استمرار عملية الإفراج عن العشرات ممن تم توقيفهم على ذمة ما تصفها السلطات بالقضايا الإرهابية بعد تقديم عائلاتهم ضمانات إحضارهم متى تم استدعائهم قضائيا، في خطوة قالت السلطات إنها تأتي كبادرة حسن نية بمناسبة حلول شهر رمضان. على صعيد آخر، تتواصل عمليات ملاحقة عناصر الجماعات المسلحة في مناطق مديريتي دوعا والضليعة، حيث يقوم أفراد الجيش وقوات النخبة بتمشيط الهضاب والأودية والمرتفعات الجبلية ومراقبة مداخل ومخارج المنطقة. وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية قد احتفت الأسبوع الماضي بتخريج دفعتين جديدتين من الضباط والمستجدين بعد تلقيهم لدورات أمنية وعسكرية في إطار خطتها لرفع الكفاءات لمنتسبي الأمن والجيش بالمحافظة في وقت يستعد الجيش لنشر المزيد من القوات في مناطق الوادي والهضبة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.